شارك مقدم البرامج اللبناني ويسام بريدي جمهوره مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية عبر انستغرام من خلال لقاء أفراد عائلته أخيراً بعد غياب طويل. وظهر وسام بصورة هو وعابط بنته معبراً عن الشيء الشديد إلى كما بدأ برفقتها بالمقطع هو عم يلعب معها قبل ما يسألها عما إذا كانت بتحبه. You don't love me? You love me? Yeah. You wanna shower? No. وأرفق وسام الفيديو بتعليق قال فيه شو كان غريب هالإحساس أخيراً صارت عائلة تحدي. يشار إلى أن اللقاء تم بدبي حيث عم يقدم بريدي أحد البرامج التلفزيونية علماً أنه مقيم بعيداً عن عائلته منذ أشهر بسبب إجراءات ووقف السفر وتسكير المطارات بالعالم اللي تم فرضها بالإمارات العربية المتحدة كما بالعاصمة اللبنانية بيروت على إثر انتشار الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد. وعلى الرغم من أنه وسام وريم بعد ما نشروا أي صور بتجمعنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن ريم سبق وعبرت عن انتظار المشوق للالتقاء بزوجة وسام بريدي وتومرو. أنا بعرف أنه اليوم يمكن هيدا آخر انترفيو عم تعمليه من لبنان ومن بعدها قريبا رح تروحي على دبي. هل أنا رح أقول شيء مرق عيديك مرق عيد زواجكم خلقت آيا صوفيا؟ أنا ما رح أقول لك شيء. أوكي وسام عمل دي سوربريز من هونيك لهون بس حسب مريم تعرف وسام شو معقول يكون ناطرك غير أنه أكيد الكادو الأكبر أنكم رح تجتمعوا. شو ناطرني تعرفي شو بس ناطرني هالعبطة وقال انه انا حديك بس شفتوا انه هنيه ما حدا بيصدق بلا انت هنيه لا عن جد بس خبايه بس هيك فكرت فيها عن جد I got emotional صار لي يومين ثلاثه I'm very emotional بس عم بفكر انه بس I needed يعني كنت ناطر هالمومنت انه خلص بدنا نتجمع وبده عن جد رح يكون في عندي هالدعم مش من بعيد بس فيزيكلي كمان ورح يكون حدي سو هيدا الشيء عم يخليني بس فكر فيه عم يخليني emotional سو قديش اشتقنا له قديش بنته اشتقت له قديش نحن عن جد بحاجة له يعني عن جد قد ما تكون المرأة قوية وقد ما يكون عندها الصبر وكل شيء بس ليش في رجال ومرأة تيكونوا مع بعض ويعملوا هالعائلة مع بعض لأنه المرأة لحالها ما فيها والرجال لحاله ما فيه